هاخد من كلامك بقى واروح لاحمد. احنا عندنا نقطه مهمه جدا، اعتماد مارسيل كولر على التدوير. احنا في 7 لعيبه دلوقتي لعبوا ماتش النهارده مع منتخب مصر. سياسه مارسيل كولر اللي هو كان الاول الناس بتعترض عليها، انت بتغير في التشكيل الاساسي كتير، التشكيل مش ثابت، لكن الحقيقه ان في ظروف الدوري المصري واللعب في افريقيا كتير في مسافات بعيده طلع الراجل صح 100%. احنا ما نعرفش مين ممكن يكون اساسي ومين احتياطي، بس اي حد هيلعب تقريبا اساسي. شايف اعتماد مستر مارسيل كولر في ماتش سيمبا هيكون على اللعيبه اللي لعبت ماتش النهارده، ولا لا انت عندك كهربا، عندك مودتس، عندك رودسليم، عندك لعيبه كتير جدا جدا، حتى نص الملعب عندك عمرو السوليه. خد بالك عبد الرحمن انه انت بتتكلم على عن تقريبا فاصل زمني بين الماتشين 60 ساعه تقريبا تقريبا، بالتالي والنهارده اللعيبه بذلت مجهود كبير جدا، اللعيبه طالعه على المطار هتصحى بالظبط. يعني النهارده اليوم خلص كمان ربيعه، هاني، مروان قفشه عمل مجهود كبير جدا النهارده، في حوالي 5 لعيبه لعبوا 90 دقيقه شبه اساسي. مروان عطيه عنصر شبه اساسي في الاهلي، ممكن تلعب جنبيه حد تاني من اللعيبه اللي ما راحتش المنتخب، لكن مروان لاعب ماتشين وعنصر اساسي هتبني عليه لازم. بص يا عبد الرحمن، انا يعني بناء عن تفكير مارسيل كولر، هو مدرب ذكي جدا ونجح ان يخلي زي ما انت قلت ان قائم الاهلي كله بقى اساسي. فكره ان هو هيريح بعض اللاعبين وبعض اللاعبين يشركهم دي اعتقد ممكن ما تبقاش في حسبانه. حساباته كلها ان هو هيذاكر فريق سيمبا التنزلي كويس، وبناء عليه هيختار العناصر. العناصر دي ممكن تبقى لعيبه موجوده في المنتخب حاليا، وممكن لعيبه تبقى عنده البديل اللي يقدر يعوض مثلا لعيب تاني زي كريم ندفت. فاجئنا طبعا في مباراه ماتش الزمالك، ماتش الزمالك فاجئنا بكريم ندفت. كريم ندفت لعيب كويس جدا، اول ماتش كبيرة يلعبه في السيزون كله ماتش الزمالك بالظبط. لا ولعب في مباراه ميديام الغاني خارج يعني بالظبط. فبتكلم في ان هو لا عنده الجرأه. رودا سليم واحد من العناصر المهمه جدا في مباراه سيمبا، لان هم عندهم مشاكل كبيره جدا في خط الظهر، وتالق طبعا وتالق في مباراه السوبر الافريقي ساعتها واحرز هدف، وكان ممكن يجيب هدفين ثلاثه كمان. كهربا لاعب اساسي ولاعب متواجد طبعا بشكل كبير جدا. فاحنا بنتكلم ان سكواد النادي الاهلي دلوقتي لو قلت اي لاعب من المتواجدين حاليا في النادي الاهلي مش موجود في المنتخب هتلاقيه كله قوام اساسي. ده اللي نجح فيه كولر، وده يبان ان كولر بقى ذكي جدا في التعامل في المباراه الافريقيه. قدر يكسب يانج افريكانز اللي هو شبه طريقه لعبهم، شبه شويه طريقه لعب سيمبا التنزاني. يانج افريكانز اقوى ولا سيمبا اقوى؟ يانج افريكانز اقوى. يانج افريكانز عشان المركز الثالث دلوقتي، يانج افريكانز مصدر الدوري. لا وكمان احنا كنا على الهوا لو تفتكر في يوم مباراه سيمبا ويانج افريكانز، ويانج كسب سيمبا 5. يعني هي فكره يانج افريكانز ان يانج يعني القياس هنا يجوز فكره انك لعبت يانج افريكانز الفريق الاقوى في تنزانيا او المتصدر على اقل جدول الترتيب في تنزانيا، وقدرت هنا تحقق معانا. هو الفرق بينهم يعني هو الفرق بينهم في النقاط قريب. في سامع تصريحات جامده جدا، تصريحات طبعا رئيس النادي بس من سيمبا، بس هم الافارقه دايما بيلعبوا دايما كده. بس انا عايز اقول على حاجه احمد، يعني دي بصراحه الحاجه الوحيده النقطه اللي لازم تبقى في الحسبان شويه. ايه هي؟ ده الجدول طبعا الترتيب. فريق يانج افريكانز متصدر الدوري، وسيمبا ليه مباراه مؤجله بفرق بينه مباراتين مؤجلين طبعا، لعب بينه وبين يانج افريكانز ماتش واحد، وبين عزام طبعا مباراتين. عايزين نقول إن لو سيمبا كسب المباراه دي هيبقى الفريق 4 نقاط، يعني يانج افريكانز 52 ولو سيمبا كسب يبقى 48. فكره الفرق بين سيمبا ويانج افريكانز، سيمبا التنزاني قبل عبد الحق بن شيخه فريق، وبعد عبد الحق بن شيخه فريق تاني. لازم نتفق في الحته دي. عبد الحق بن شيخه متمرس في ان هو يكسب المباريات الكبيره. يعني سيمبا التنزاني هم عاملين مشروع بقالهم اكتر من سنه، الموسم اللي فات كانوا قادرين يخرجوا الوداد المغربي من دوري الابطال، لكن طبعا خسروا ضربات جزاء. الموسم الحالي طبعا هم المشروع اللي هم بيفكروا ان هم يكملوا فيه، فجابوا عبد الحق بن شيخه. عدد صفقات كتير قوي، كبيره جدا، جايبين 18 صفقه، فبشوف ان هم حاطين هدف كبير جدا قدامهم. عايز اقول ان عبد الحق بن شيخه دايما سيمبا لما بيلعب النادي الاهلي في تنزانيا بيهاجم. اعتقد ان المباراه الوحيده اللي النادي الاهلي او سيمبا تنزانيا لعب النادي الاهلي فيها، المباراه دي مش هيهاجم النادي الاهلي على ملعبه. عبد الحق بن شيخه هيلعب على التحولات الهجوميه، وده اللي عمله مع النادي الاهلي في اتحاد العاصمه. طبعا في فرق بين الكواليتي بين اللعيبه واللعيبه، لكن هو ذكي جدا، هيعرف ان هو لو ضغط النادي الاهلي اول ربع ساعه النادي الاهلي هيحط فيه جونين. ده اللي حصل في مباراه الذهاب في دوري السوبر الافريقي. النادي الاهلي لما سيمبا التنزاني هاجم النادي الاهلي ساب مساحات الاهلي، مساحات كبيره جدا، وعشان كده حتى كولر كان مذاكر فريق سيمبا التنزاني وحط رضا سليم ورا الباك رايت، وكان طبعا بيرستاو الناحيه الثانيه، ففي مساحات كبيره جدا. هيبقى من 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 الذكاء لو هو فكر يهاجم النادي الاهلي، طبعا مكسب لنا جدا جدا. طيب.